اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج سعادتك معانا. احب ارحب بضيفتي الدكتوره ساره مصطفى رئيسه مديره مركز اصحاب الهمم، اخصائي نفسي ومدربه توحد. واهلا بيكي يا ساره. اهلا بيكي يا فندم. النهارده ان شاء الله علشان انت معانا لازم تكلمينا عن مفهوم الصحه النفسيه. بصي، الصحه النفسيه بتقيس السلوك اللي انت بتمشي عليه، سواء كان توافقك مع نفسك او توافقك مع المجتمع اللي انت عايشه فيه. يعني بشوف مدى تكيفك وتوافقك مع المجتمع اللي انت عايشه فيه، بس الاول لازم اعرف مدى تكيفك مع نفسك. لازم تتقبلي نفسك وتتقبلي ذاتك الاول، بعد كده بنشوفه مدى توافقك مع المجتمع اللي حواليك. المجتمع بقى ده سواء كان زوجك، ابنك، والدك، بابا وماما، زمايلك الشغل، whatever، مين اقرانك. المهم ان انت تتكيفي مع المجتمع اللي انت عايشه فيه وتصنعي سعاده، لان لازم يكون في سعاده ان تقدري تتكيفي فيها مع المجتمع اللي انت عايشه فيه والسواء النفسي. دلوقتي انت بتكلميني عن التكيف. اه، يعني المجتمع بيبقى فيه عيوب وانا لازم اتكيف معاها، وكمان اللي حواليا برضو لازم هيكون فيهم عيوب لازم اتكيف معاهم. خلينا عارفين كلنا بقى الاول بالتكيف ده، وعرفيني ايه اهميه الصحه النفسيه، ازاي اعيش بصحه، ليه لازم اعيش بصحه نفسيه. تمام. خلينا كلنا عارفين ان ربنا لما خلقنا بشر، يعني عندنا عيوب وعندنا مميزات. خلق جواكي حاجه اسمها الضمير والات. الضمير اللي احنا بالبلدي كده بنقول عليها النقطه البيضاء، والات اللي هو الحاجه اللي بتخليكي تعملي حاجات غلط اللي بتيجي من نفسك. تمام. فاحنا طبيعي يكون عندنا عيوب ومميزات. تمام. طيب العيوب لازم نتكيف معاها. ليه؟ لان احنا لازم نقبلها. جميل. وزي ما هقبل عيوبي هقبل عيوب الناس اللي حواليا. جميل. اهميه الصحه النفسيه بقى انها بتدربني ازاي اقبل العيوب دي وازاي اتكيف معاها. هايل. وازاي يكون في مرونه في التعامل، وازاي اصنع سعادتي بنفسي. هو كلامك خلاني اكتشف حاجه، احيانا في صراعات نفسيه بتبقى جوه الانسان ما بين معتقداته وبين حاجات اللي هو مؤمن بيها وانه مش عارف يطبقها في المجتمع، فدي بتخلق صراع نفسي عند اي حد. يعني اكيد جالك قبل كده حد مؤمن بشويه معتقدات فجاي يطبقها في الواقع معرفش. اه، حقيقي حصل. تعمل صراع فظيع. ده اكبر صراع ممكن الشخص يقابله، انك تتصارعي مع افكارك. طيب الحل ايه؟ والله هو في حلول كتير. يا اما انت يعني مثلا لو اتكلمنا مثلا على المعتقدات، بلاش المعتقدات، لو احنا مثلا واحد بيشجع فريق معين هو مؤمن بيه جدا، لو حصل صراع او شك في انه الفريق ده بالنسبه لي لا مش هو اللي انا، يعني خليني اقول لك في الواقع بلاش فريق، حب الخير وشوية المبادئ الكتيرة اللي احنا مؤمنين بيها، فجأة بنلاقي ان المجتمع مش ماشي معانا على نفس الخط بتاع المبادئ اللي احنا مؤمنين بيها، بيسبب اضطراب. اضطراب ده طبيعي. احنا كده بنتطرق لكذا نوع من انواع الامراض النفسية كتير. ممكن الاضطراب ده يسبب لنا مثلا وسواس قهري لو انا شخص ضعيف. هايل. ممكن الاضطراب ده مع الصدمات النفسية يوصلنا المرض لا قدر الله للاكتئاب. طيب الحل ايه؟ هل في ناس فعلا مروا بالمراحل دي وتعالجوا؟ طبعا طبعا كتير. يعني على سبيل المثال مثلا مرض الاكتئاب من اصعب الامراض اللي ممكن تقابليها. طيب انا هفسر كده بالظبط الحاله. انا دلوقتي عندي شويه بليفز، حاجات انا مؤمنه بيها، نزلت الشارع اتعاملت مع البشر اكتشفت ان المعتقدات بتاعتي دي مش كلها تصلح للتعامل مع الناس. رجعت بيتي مكتئب. تقبل بقى. الله عليكي. تقبل الواقع. لازم اتقبل الواقع اللي انا عايشاه واتكيف معاه. هايل. ما اتغيرش. لا، هتقبل. علشان؟ علشان اتكيف. ازاي يعني دلوقتي دي علشان فكره الكمال. الكمال لله. الله اكبر. يعني جميل جدا. يعني اوريدي بقى مفيش حد في الدنيا كامل. نازله من بيتي متاكده ان انا مفيش، مش هقابل ناس كامله ومؤمنه بنفس الحاجات اللي انا مؤمن بيها. طبعا. وبالتالي هقابل بقى اللي زيي او واللي غيري او المختلف معايا. ما انا لازم اقبل اختلاف اللي حواليا.
ما انا لو ما قبلتش اختلاف اللي حواليا مش هعرف اعيش، هيحصل الاضطراب اللي حضرتك قلتي عليه وهيحصل منه على امراض نفسيه كتير جدا. هايل، احنا نرجع للامراض النفسيه، بس انا عايزاكي تحكي لي عن الصحه النفسيه والدكتور النفساني والدراما اللي مصوره لنا الدكتور النفساني شيز لونج، وانا هقعد هتسجلي لي وبعدين صورته انه حد مهزوز او سوري مجنون. طيب مبدئيا كده مفيش مصطلح عندنا اسمه مجنون في العلم، في علم النفس اصلا مفيش حاجه اسمها مجنون، في حاجه اسمها مريض زي زي اي مريض في الدنيا. اما بقى المسلسلات والافلام اللي وهمتنا انه احنا بنقعد المريض بيقعد بقى على شازلونجو وبنكتفه ولازم نعمله او بتسيبوه فري، بس هو بيبقى هو ممكن المشكله بينه وبين نفسه او بينه وبين المجتمع، وانت اهل الذكر اسالوا اهل الذكر، فانت اللي عندك خبره، هي ريفيو واخدينها ومعتقدينها. مبدئيا كده انا عايزه اقول على مفاجاه انه جلسات الصدمات النفسيه اصلا ما فيهاش الم نهائي خالص، اوريدي الحاله قدامي بتبقى تحت تاثير البنج، وحتى لو مش تحت تاثير البنج ده هو اللي بيتعرض لمثل الكهرباء، ده لو افترضنا تعرض لصدمات كهربائيه ده في اخر مرحله انا برجع لها رغم انها اامن مرحله. دي بعد التعرض للصدمات النفسيه او اي حاله؟ والله في صدمات نفسيه، في صدمات اجتماعيه زي مثلا صدمات عاطفيه. هايل. ما هو انا عشان مش كل الناس بتقدر تتقبل الصدمات، مش كل فرد زي التاني، في فروق فرديه، في واحد من كتر الصدمه العاطفيه عنده ممكن ينتحر. في مشكله احنا دلوقتي في امتحانات، الطلاب كتير طلاب بتنتحر كورونا وفراغ، الفراغ من الفراغ ما قتل. ايه هقطعك، معانا مكالمه، اهلا وسهلا اتفضل. مساء الخير. اهلا، مساء النور، اهلا بيك. فضلك ممكن اكلم الدكتور؟ تعرفني بحضرتك؟ استاذ كريم لحضرتك. حضرتك بتكلم منين؟ من الكويت. اتفضل يا استاذ ابراهيم، معاك الدكتور ساره. تحت امرك استاذ كريم. كنت عايز اعرف بس مرحله الاكتئاب وازاي اعرف ان انا عندي الاكتئاب. تمام، هجاوب على حضرتك يا استاذ كريم. عايز تسالي حاجه؟ لا انا هجاوبه. اوكي اتفضلي. السؤال كان هو عايز يعرف ازاي يبقى عنده اكتئاب، ازاي يعرف ان هو عنده اكتئاب، صح؟ أوكي. الاكتئاب مرض كبير جدا وهو مرض العصر الحقيقه. طيب عايز تعرف ازاي؟ اولا فكره ان انت لازم نفرق ما بين حاجه اسمها الاكتئاب والحزن. طيب ايه الفرق بين الاكتئاب والحزن؟ الاول الحزن بيجي وبعدين بيجي الاكتئاب. هو الحزن جزء من اجزاء الاكتئاب. الاكتئاب عام والجزء اللي فيه او الخاص اللي فيه الحزن. طيب في فرق كبير ما بين الحزن والاكتئاب. جميل. طيب ايه الحزن؟ الحزن هو مرتبط بموقف ما، موقف معين، زي مثلا ان انا اتعرض لحادث مثلا، حد غالي عليا فقدته. هنا بيحصل الحزن وده ما بيطولش. الحاجه أو الوحيده اللي حد في موقف انا ما كنتش متوقعاه، الحاجه الوحيده اللي بتتولد كبيره وبتصغر مع الوقت الحزن. طيب ده ما بياخدش معايا وقت كبير. يعني انت بتقولي وانت في موقف بياخد معاكي في الجلسات ولا انا كشخصيه ممكن ما ياخدش معايا وقت كبير؟ ما هو في ناس لغايه دلوقتي ممكن تكون من 20 سنه لسه معاها حزن طالعه. ما بيبقاش حزن بقى. اعرف منين بقى ان انا عندي اكتئاب؟ اول ما بيعدي 14 يوم وانا في الحاله دي، هنا بدخل في مود اكتئاب. يبقى انا المفروض بسرعه اجري على متخصص نفسي الجا له علشان يحل لي المشكله، ما افضلش عايشه بالاكتئاب ده على طول. اول ما حد يجي يقول لك على طول انا تعبان نفسيا، خديه من ايديه على اخصائي نفسي. وبتهيالي يعني انت برضو كنت لسه بتحكي لي ان الجلسه النفسيه وان الطب النفسي ما هوش مشكله، مش زي الاول كمان. ده دلوقتي الحوامل بياخدوا جلسات نفسيه وصدمات كهربيه لانهم اوريدي في وقت الموضوع امن جدا جدا جدا. دي علشان هم بيتعرضوا لهرمونات جسمهم وحاجات في حاجات مسببه للاكتئاب، زي هرمونات الحمل وزي الهرمونات الشهريه، دي بتبقى مسببه للاكتئاب بالنسبه للمراه يعني. طيب النقطه اللي انا المشاهدين لازم ياخدوا بالهم منها، انت قلتي بعد 14 يوم من الحزن او الموقف بالظبط، لازم لو لقيت نفسي على نفس الحاله لازم الجا لمتخصص اتكلم معاه. طيب صح كده. طيب لازم الجا امتى؟ لما احس بايه؟ لما احس ان انا حاجه وعكسها بقى، بنام كتير جدا بشكل مبالغ فيه او ما بنامش خالص. وما نمش وبقيت جسمي يتعب وبعدين اروح لدكتور عظام او اروح لدكتور ولا كل وطبعا طب ما شاء الله طوابير الدكاتره الامراض العضويه كتيره جدا، وهم اوريدي الموضوع مش عضوي، الموضوع نفسي. والله دلوقتي حتى الدكاتره بيقولوا حاله نفسيه.
ما عندكش حاجه عضويه، حاله نفسيه تفضل روح لدكتور نفسي. ودكتور النفسي رخيص وممكن تتصلوا للدكتوره ساره ورقمها عندكم اهو، اتفضلوا والموضوع ليه حل. اه طبعا اكيد مفيش مشكله، ربنا خلقها وملهاش حل، ربنا جعل لكل داء دواء، مفيش هي. مشكله عندنا ملهاش حل. يعني حتى الاكتئاب، يعني مثلا انا بمر مثلا انا فقدان الشهيه مثلا او فقدان الامل في كل شيء، فقدان الشهيه يعني قيسي على فقدان الشهيه فقدان الحياه عموما، ده بيسبب ضعف وبيسبب امراض سوء تغذيه وبيسبب حاجات امراض كتيره بقى بعد كده، وبيلعب في المناعه. طبعا هو اصلا يعني اكتئاب، يعني ايه اكتئاب؟ خناقه بين حاجتين، هايل، نفس وجسم. جسم عنده اعضاء عايز يعيش، هايل، ونفس مياله انها تموت. جميل. فدي خناقه، هنا التصادم، هنا انا في مرحله اكتئاب. هايل. ولازم اجري بسرعه على متخصص يتكلم معايا وليه طريقته، لان انت دلوقتي بتقولي لي الطب النفسي يا جماعه مش عيب. فزاعه الطب النفسي ده مجنون اصلا يا جماعه، مفيش حاجه اسمها مجنون، ومفيش حاجه اسمها انا اخاف اروح لدكتور نفسي. الموضوع ما بقاش زي الاول، وحتى الاول الريفيو بتاع الافلام اصلا كان غلط، ما كانش صح. يعني فكره انا اكتئبت وما روحتش للدكتور. مراحل بقى، يعني احنا دلوقتي هنمر بمراحل بقى، يعني الاكتئاب عنده 3 مراحل، مرحله بسيطه بعد شرع عن حضرتك طبعا مرحله بسيطه ومرحله متوسطه ومرحله الاخيره دي اللي بتحتاج المرحله البسيطه. والمرحله المتوسطه بالنسبه لي انا اقدر اعالجها كاخصائي نفسي عن طريق العلاج المعرفي السلوكي، وده اقول لحضرتك ازاي. اتفضلي. اقول لحضرتك ازاي بس باختصار، بس انا مبسوطه قوي ومستمتعه بالكلام معاكي. ربنا يحفظك يا فندم. بالنسبه للعلاج المعرفي السلوكي، يعني عشان بس في اشاعه كده عند الناس ان الدكتور النفسي او الاخصائي النفسي بتاع كلام. طيب ما هو اوريدي انا دلوقتي تعبانه فلازم اتكلم. الحقيقه هو هيتكلم معايا ان انا دراستي كلها واخده برامج معينه ازاي اختار الكلام ده وانقي الكلام اللي يطلع حضرتك من الحاله اللي وصلت لها بسرعه جدا، لان انا مش عايزاكي توصلي للمرحله الثانيه. ده علم من مئات السنين، ناس اهتمت وعملت ابحاث وشافتها على تجارب على ناس، ياخد على البحث العلمي توصلني للحاله اللي اقدر اعيش بيها. طبعا. جميل. بالنسبه للمرحله الثالثه في الاكتئاب وهي الاخيره، الاكتئاب الشديد، ده لازم طبيب نفسي، خريج كليه طب نفسي. الطبيب ده لازم هو اللي بيدي عقاقير الدواء او الصدمات الكهربيه، ده لازم، ما ينفعش من غير يعني انا هعالج بالمعرفي السلوكي مع الاكتئاب الشديد لازم عقاقير الدواء. وما تخافوش من عقاقير الدواء، لان عقاقير الدواء ما فيهاش اي حاجه امنه جدا جدا، مفيش حاجه اسمها دواء اكتئاب يخليني ادمن الدواء ده، دواء نفسي يخليني ادمنه، مفيش حاجه اسمها كده اصلا. يعني الناس بتتعالج وممكن، وطبعا انا عايزه اقول ان احنا يعني بلاش بقى نعتبر الفيسبوك والسوشيال ميديا بس هي الطبيب بتاعنا، وعلى طول ننزل ببوستات ندب وعياط وصريخ. طب انت ممكن تلجا لطبيب نفسي والموضوع ليه حل، اقصى مده ممكن اتعالج فيها على حاله متوسطه، حاله بسيطه في البدايات بتبقى قد ايه؟ 6 شهور. طيب 6 شهور بتحولني للعكس، ابقى انسان متفائل حابب الحياه متاقلم متكيف. جدا شخص متكيف جدا وعنده مرونه في التعامل، وشخص عنده تقبل للاخرين، وهو طبعا مفيش حد هيدخل تجربه الا ويطلع منها مستفيد. تمام. فدخلت تجربه فهتطلع منها بارشادات معينه او برنامج علاجي معين علشان تبقى مستفيد في، يعني مستفيد بعد كده في حياتك اللي جايه كلها. احكي لنا عن الحالات واصعب الحالات اللي بتيجي لحضرتك. يعني بيجي لي حالات كتير. احكي لي عن اصعب حالات اتفسرت مثلا، لان انا اليومين دول شايفه الناس بتلجا للخزعبلات وللسحر، وان اللي تعبان ده انت مسحور. وطبعا في نقطة تانية مهمة جدا احنا بنتجاهلها، اول ما حد يتضايق ويقفل على نفسه اوضته، اصل انت متضايق، اصل انت متصليش. هناخد السؤال ناحيتين، جالك حالات وشفتي ناس بتقوله يا ده اتلبس كتير ويلجأ بقى للسحر والشعوذة ونروح لشيخ ونشوف، وده بيبقى ايه؟ غالبا ده بيبقى معايا وسواس قهري. يعني هو متهيئ له ان هو عنده لبسه جن والحاجات الغريبه اللي بنسمع عنها كتير. يعني بيبقى في فكره اللبس، انا مش فكره يعني للهروب بنهرب منها. لا هو مش هروب قد ما هو عدم وعي. هايل. عدم وعي لحاجات كتير احنا ما عندناش ثقافه فيها وداخلين فيها واحنا مش فاهمينها.
يعني الباراسايكولوجي او العلاج بالباراسايكولوجي او الروحاني مش عايزين نتطرق فيه الى حد ما، لان احنا بنعالج سايكولوجيا. تمام، انت بتجيلي انا عندي كل حاجه في علم النفس، علم النفس عنده اجابه لكل حاجه انت بتحسها. هي. تمام، الا طبعا الحسد اللي اتذكر في القران والحاجات اللي اتذكرت في القران دي، وده في القران، ده في القران خلاص مؤمن ومسلم بيه. طيب انا هرجع تاني معاكي واقول لك انا دلوقتي غضبانه. الغضب لان هو. اول موقف بيقابلني بعد ما انزل او اتقابل مع حد انا غضبت، غضبانه، اتصرف ازاي؟ هو يعني ايه غضب؟ يعني مولعه. انا اقول لحضرتك يعني ايه غضب؟ يعني شيطه. الغضب هو نقص الاكسجين، نقص الاكسجين في المخ، نقص نسبه الاكسجين في المخ. طيب غضب يعني شيطه مولعه، يعني هي. نار. هي. ايه اللي بيطفي النار؟ المي. بس اشربها. تشربي ميه، اغسلي وشك، وشك بميه، ده تهربي من الموقف، تمارين نفس شهيق وزفير، الهواء والميه اكتر حاجه ممكن تهدي معاكي الغضب. انا غضبت وبعدين روحت لسه معايا اثار الموقف. طيب هنطلع منها ازاي بقى؟ ايوه، عندنا في المخ حاجه اسمها جزء هنا كده اسمه أيوة. اللاوعي. هي حلو. طيب او احنا بنسميه العقل الباطن. هي تمام. طيب ده كبير كده جواه كل الذكريات، الالم، الحزن، الغضب، اي حاجه بتحسيها بتتركن جوه المكان ده، خلاص ما طلعتش. هي ما طلعتش. ما طلعتش ازاي؟ انا ممكن اصحى من النوم احكي لنفسي قصه حياتي من اول ما اتولدت. حلو قوي. طب انت جبتيها منين؟ استرجعتيها منين؟ احيانا بيبقى طالبه معايا احكي لنفسي القصه المؤلمه اللي وما اقولش الحاجات الجميله اللي انا عاملاها وعملتها في حياتي. استرجعتيها منين؟ من اللاوعي. هايل. الاحلام. جميل. من اللاوعي. هايل. تمام. مش ساعات بتحلمي بحاجه انت اصلا موقف انت مريتي بيه بتحلمي بيه او هتمري بيه بتحلمي بيه؟ طيب ده عباره عن امبير بيتملى. طيب ما هو طول ما انت بتمليه، طول ما انت بتمليه طول ما هيفضل يتملى. يعني كوبايه ميه مليتيها على الاخر، طب وبعدين؟ انت قاعده بتصبي، طب وبعدين هتتملى؟ هيحصل بقى هنا الامراض. الامراض بتحصل امتى؟ اول ما الكوبايه تتملى على الاخر، اللاوعي يتملى على الاخر. انا مش هممني بقى عرض المشكله قد ما عايزاكي تحكي لي بسرعه احلها ازاي. ما انا اقول لحضرتك اهو، انا شغلي بقى كاخصائي بعمل جلسات او برامج علاجيه اخرج الذكريات دي، افضي الامبير اللي بتكلم حضرتك يعني فيه. انا هحكي لك عنها، وطبعا انت عندك الادوات اللي طبعًا. تستخدميها علشان تعملي لي التبديل. وتبتدي تطلع وتبتدي مع تمارين الشهيق والزفير او تمارين النفس بتبتدي حياتك ترجع، وتبتدي انت لو غضبانه من حاجه تتناسي الموقف واحده واحده، خلاص الموقف انتهى. الاعداد معايا مصممين يسالوكي على حاجه مهمه جدا، هي الحرمان البيئي اللي بيمر بيها اطفالنا دلوقتي بسبب عدم التعامل مع البيئه والبشر ومروح المدرسه ومروح النادي، ودي الحاله اللي احنا بقالنا فيها من سنتين. دي مشكله كبيره جدا وبقت مرض العصر تقريبا. طبعا محدش لفت نظره الموضوع ده لانه مهم جدا، كلميني عنه. الحرمان البيئي هو البعد الاجتماعي للطفل، هو اللي احنا دلوقتي دخلنا الاطفال بقى. الحرمان البيئي هو البعد الاجتماعي للطفل يعني البعد عن المشاركه في كل اللي حواليه، مع كل اللي حواليه، مع اخواته، مع بابا، مع ماما، مع اقرانه في المدرسه، مع قرايبه، ما بشاركش مع حد طول الوقت. طب ايه سببه بقى الحرمان البيئي ده؟ ايوه، سببه ان ماما عشان مش فاضيه ومش متحمله صوت. طيب قولي لي، هو انا دلوقتي البيبي الطفل طلع من البيت خلاص، احنا مرينا باللي حصل، والولاد قاعدين ومنعزلين ومش بنخليهم يختلطوا بحد غير باهلهم، فهو ما عندوش احتكاك لا زي الخبرات اللي كان هيمر بيها لو كان بيروح المدرسه دي كلها. حلو. انا اعوضه ازاي؟ ما هو انا ما ينفعش اخلي ابني مستقبل فقط، هو معاه مواد استقباليه فقط ليس الا. تمام. المواد الاستقباليه دي زي مثلا الفرجه على افلام الكرتون. هي. دي مواد استقباليه، ده بيخلي الطفل عنده ايه بقى؟ فرط حركي، تشتت انتباه. شكرا. جميل. كده فرط حركي، تشتت انتباه، شكرا، خلاص الكلام معاكي ما بيخلصش. وجميل جدا يا دكتوره ساره، متشكره قوي، انت نورتينا النهارده، وان شاء الله هتبقي معايا في حلقات كتيره ان شاء الله. ان شاء الله يا اميره. ميرسي جدا. سلام.